对。ما انسى ادم بيقول جنريتي فوتو. طيب يا باشمهندس، طيب هي فعلا زي ما باشمهندس قال، هو هم عاملينه ليه؟ عشان يختبروا الحاجه قبل ما ينزلوها في الفوتوشوب. يعني هم حاجه ذكاء صناعي عايزين قبل ما ينزلوها في الفوتوشوب الناس كلها تجربها، حتى لو هو مش شاري الحاجه. فحاجه ظريفه جدا يعني. طيب تعالى نشوف بقى البرنامج دوت اللي انا اخترت لكم، اسمه كوهوم. ده عباره عن ايه؟ زي سكتش اب كده، بس هو اونلاين، تمام، مش محتاج ان انت تسطبه، وبيعمل لك الرندر بوقت قصير خالص. طيب خلينا نبدا مشروع من الصفر، انا مش هبدا بحاجه انا عاملها، تمام، يعني مش هبدا باي حاجه من الحاجات اللي انا عاملها. بيقول لي في اداه جديده هم عاملينها اسمها ديزاين تول، تمام، هتسهل لك ان انت تعمل الحوائط كيرف وان انت تدخل اوتوكاد. فبيقول لي عايز تجرب الاصدار الخامس ولا الاصدار الرابع، مفيش مشكله. الفكره بقى في الموقع دوت ان انت تقدر تحمل حاجه اوتوكاد، تحمل صور، تحمل ريفيت، تمام، زي ما انت عايز، وتخليه يعمل ريندر، تمام. ده الانالوجيك، خلينا دلوقتي نقول له كنسل مش وقته. يعني يقدر يعمل لك ريندر بشكل حلو قوي. تقدر تبدا من الصفر، يعني تقدر تعمل التصميم بتاعك وانت ما عندكش ريفيت، تعمل حاجه 3 دي. الميزة بتاعته ان هو يعني سهل جدا، وهو خفيف على فكرة، بس عشان انا مشغل كذا برنامج في نفس الوقت عشان المحاضرة. بص بيقول لك ايه، حط اوتوكاد ماشي، طب عايز تدخل صور، دخل صور، تمام، فمديك شوية امكانيات حلوة. فلو انت عايز تبدا ترسم من اوتوكاد ماشي، عايز ترسم من صور ماشي، عايز تعمل سيرش على فلور بلان ماشي، عايز تبدا من درو ماشي، عندك روم تمبليت تبدا منها ماشي، عندك ستايل ماشي، كل الحاجات دي جاهزه. طب انا هبدا من الصفر خالص، فبيقول لك ابدا ارسم الغرفه، هتقول له روم وتسحب وترسم، عايز تعمل باب اسحب الباب وحطه، كل ده بيتعمل 3 دي مش 2 دي. يعني الناس اللي هيشتغلوا بالاداه دي هتلاقي مدى السهوله، وبيعمل لك الرندر بشكل حلو قوي، تقدر تحط الماتيريال اللي انت عايزها، تمام، وتقدر مثلا الحته دي تقول له طب انا عايز اغيرها لها كيرف، تمام، غيرنا دي الكيرف مثلا يعني، ويبدا يحسب لك هو المساحه. بس الميزه ان انت مش محتاج لا كراك ولا باسورد للريفت ولا الحاجات دي كلها، تمام. على فكرة انت ما دمت بتدرس في الجامعة تقدر تكلم اوتوديسك، تمام، وتاخد، او بص حطينا الباب اهو، وتاخد نسخة تشتغل بيها طول السنة لحد ما تخلص الكورس، تمام. لو حد مهتم يتواصل معايا او يكتب على الجروب وانا هبعت لكم الرابط، وهتاخد الحاجة ببلاش، يعني مش محدش هياخد منها فلوس، ما تقلقش، تمام. تقدر تقول له انا عايز اشوفها 3 دي، يبدأ اللي هي الزرار تحت دوت، انا عايز اشوفها 3 دي، عايز اشوف فلور سيلينج اليفيشن، طب نشوفها في 3 دي، وعندك مكتبه كامله لكل الحاجات اللي انت تفكر فيها. يعني اي حاجه انت عايزها تقدر انت تلاقيها، وتقدر في الاخر تقول له انا عايز اعمل ريندر، يبدا ان هو يعمل لك الريندر بتاعك. طيب حد عنده سؤال لحد ما الموقع يحمل؟ تقدر تقول له انا عايز فينش معين، عايز حاجه كونستراكشن، عايز فرنتشر، لايتنج، كل واحده من دول تدوس عليها يبدا يدخلك في المكتبه، تقدر تحمل اللي انت عايزه من المكتبه.
تمام، في عندي توب فيو او ندوس حرف ثلاثة، الرقم ثلاثة او اربعة، يبدأ يوريك توب فيو او يوريك كأنك انت ماشي في المكان. في اي اي تحط تخطيط لللاندسكيب، في حاجات كتير كان معانا في اول ما بدأنا، حاجات خاصة باللاندسكيب ان انت تدي له لاندسكيب هو ان هو يقسمها لك. على فكرة كل البرامج اللي انت بتشتغل بيها قدام حاجة من الاتنين، يا اما تشتغل بالاي اي يا اما هتقفل، يعني الاوتوكاد لو ما دخلش معاه الاي اي هيقفل. اغلب المواقع اللي احنا كنا بنشتغل بيها بدأ يدخل فيها اي اي، يعني خلاص هي كان في زمان الويب، زمان انت ما ادركتوش الموضوع دوت، الويب زمان كان ما كانش بيبقى كتابات، كنت لازم تكتب على الاقل كاتبه وتطبعها وبعد كده تعملها سكان وبعد كده تتحط، كان حاجه ثابته. وبعد كده بقى في ويب 2 اللي هو بتتفاعل معاه، بعد كده احنا داخلين على الويب اللي هو الذكاء الصناعي كله. ما ينفعش ان انت موقع يبقى موجود او برنامج غير لما يكون فيه ذكاء صناعي، يعني حتى السيفل 3 دي برضو مهتمين جدا بموضوع الذكاء الصناعي. الاوتوديسك عمال تعمل كذا حاجات داخليه كده عشان موضوع الذكاء الصناعي لازم يكون موجود عندهم في كل الحاجات بتاعتهم. طيب هنتكلم كده سنة على يعني ديزاين ديفلوبمنت، ماشي؟ دي على سبيل المثال اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الجنريتيف ديزاين. الجنريتيف ديزاين فكرته ايه؟ ان انت بتقول له انا عايز اعمل تصميم، فهو بيقول لك التصميم ده ممكن يتعمل ب 5000 طريقه. انت بتقول له اه ماشي، بس انا عايز عوامل محدده، يعني انا عايز مش كل الاساليب دي تنفع معايا، انا عايز حاجات مثلا يكون ليها ارتفاع معين، عايز حاجات معينه مثلا العرض بتاعها حاجه معينه. فيبدأ يقلل لك الاقتراحات، بدل 5000 يبدأ يقترح لك 200 300. بعد كده تقول له طب انا عايز احسن واحد فيهم في الاستدامه، تمام؟ ده برنامج اسمه ايفولف لاب. دي شركه عامله شويه حاجات حلوه قوي في الذكاء الاصطناعي جوه الريفت، بتستطب جوه الريفت، هنتكلم عنها بالتفصيل. هنا مثلا اهو جنريتيف ديزاين ان ريفيت، تبدا تقول له انا عايز تصميم لكتل، كتل، فيبدا يعمل لك 20 كتله وانت تختار منهم. ممكن يقول له مثلا انا عايز تصميم لتوزيع الفرنتشر في الغرفه، فيعمل لك اقتراحات كتير قوي. انت تقول له لا ده انا عايز السرير اساسي بالنسبه لي يكون مثلا قدام الباب او ورا الباب او ما يبقاش ظاهر قدام الباب وكده، فيبدا ان هو يقلل لك الاقتراحات ويلغي الاقتراحات اللي مش مناسبه ليك. انا عايز مثلا يبقى تحت الشباك، خلاص هيبدا ان هو يحط لك تحت الشباك، فيبدا يعمل لك الاقتراحات المناسبه ليك. هتلاقي الفيديو بتاعه بشرح تفصيلي. ده حاجه اسمها جينيريتيف ديزاين او التصميم التوليدي. وعلى فكره الجينيريتيف ديزاين موجود جوه الريفت، النسخه اللي هي بفلوس او النسخه التعليميه، تقدر ان انت تسطبها وتشتغل بيها، تمام؟ طيب الداينامو، الداينامو ده حاجة جوه الريفت بتعمل برمجة، بس برمجة بدون كود، برمجة مرئية، برمجة سهلة، فهتلاقي الموضوع سهل جدا معاك في الداينامو، مجرد ان انت تبقى عندك بس الفكرة التصميمية اللي انت عايز توصل لها ويبدأ ان هو يعملها لك. ده موقع اسمه سواب، ده عبارة عن ايه؟ انت عملت تصميم وعملت تعديل، هو اوتوماتيك يعدل لك الحاجات اللي انت نسيت ان انت تعدلها. يعني انت الغرفه بتاعتك حذفت باب، هو يحط لك باب الناحيه التانيه، كبرت غرفه على حساب غرفه تانيه، هو عارف ان القواعد بتاعتها ان ما تقلش عن مساحه كذا، يبدا ان هو يعملها لك. فده ميزه جميله جدا ان انت تتاكد ان التصميم بتاعك سليم ما فيهوش اي مشاكل خالص. ده اسمه سواب، الموقع بتاعه اهوت، دوس عليه. انا سبت لكم رابط الباوربوينت المحاضره اللي فاتت، لان المحاضره اللي فاتت محاضراتي الاثنين بيتكلموا عن نفس الذكاء الصناعي اهو، تمام؟
تقدر ان انت تشوف الفيديو، تقدر ان انت تقول لهم عايز نسخة تجريبية يدوها لك، ما دمت بتبعت من ايميل الجامعة بيستجيبوا جدا يعني. ده موقع تاني برضو بتقول له انا عايز تصاميم، فهو يبدأ يقترح لك 5000 تصميم، وانت تقول له طب انا عايز اعدل تصميم معين. مجرد ان انت عملت تعديل، هو بيدرس بقية العوامل اللي حواليك ويبدأ ان هو يعدلها. يعني انت غيرت مقاس غرفة النوم، يبدأ يصغر لك الحمام، يقدر يصغر لك المطبخ، بحيث ان في الاخر كل المقاسات عندك تطلع مظبوطة. وده برنامج بيحلل لك المكان بحيث ان انت تدرس الإضاءة والحاجات دي كلها، ويبدأ هو يديك اقتراحات كويسة لموضوع الإضاءة. ده برضه نفس الفكرة، تمام. ده برضه نفس الفكرة، إن أنت عندك تصميم معين وتبدأ إن أنت تشوف الاقتراحات بتاعته. اغلب الحاجات دي، اغلب يعني فينش 3 دي وسواب، يعني كان طلبه وبدا ان هو يعمل اقتراح معين. بص الاقتراح، علم هو على الحاجات دي وقال له اعمل لي دراسه ثاني اكسيد الكربون، بدا يعمل لك الدراسه هي، وبدا يقول لك والله لا ده التصميم اللي انت عامله ده مش حلو، انا هعمل لك تصميم احسن، هعمل لك افضل تصميم ما يكونش مضر للبيئه. واخد بالك من الفكره؟ التصميم اللي انت عامله هو عنده تعديلات عليها، فيبدأ ان هو يعدل لك عليها، ماشي. يبدأ يقول له انا عايز الديزاين بتاعي ده عايزك تعمل لي اوبتمايز ليه، تمام. طب انت غيرت هنا، يبدأ هو يشيل لك الترابيزة، يبدأ يشيل لك الحمام، يبدأ ان هو يحط لك غرفة تانية. انت مثلا عملت التصميم اهو في برنامج ده سكتش اب، لا ده الراينو، تمام. بعد ما عملت التصميم، طب انا عايز اشوف لو تعمله على كذا حتة، لو عمله على سنتين. تمام، انت عملت تصميم، هو اقول له بقى اعمل لي دراسه ليها، فيبدا يجيب لك النتائج الدراسه تبقى عامله ازاي. انا ده بنش كان عامل دراسه برضو ان هو انا عندي مكان وعايز ابدا اشوف التوزيع بتاعه عامل ازاي، فيبدا ان هو يطلعه. ده لو انت عندك اي تصميم، يبدأ ان هو يوجد لك اقتراحات لافضل تصميم ممكن.